احبتي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احييكم اجمل تحيه واقدم لكم حلقه جديده من برنامج موصليات فاهلا وسهلا بكم عنوان هذه الحلقه الموصل والاندلس وقد يظن البعض ان مدينه الموصل خلال العصور الاسلاميه كانت بعيده عن الاندلس وان لا ثمه علاقات سياسيه وثقافيه وتجاريه وعلميه بين الطرفين لكن الوقائع والمدونات التاريخيه تشير الى عكس ذلك فقد نشات بين الموصل والاندلس اكثر من وشيجه وتاثر الاندلسيون بما كان في الموصل من نشاط علمي وثقافي كما تاثر الموصليون بما كان في الاندلس ومن المؤكد ان الحج الى الاماكن المقدسه في الحجاز وفي المقدمه مكه المكرمه والمدينه المنوره كان احد العوامل التي دفعت الاندلسيين للقيام برحلاتهم الى الديار المقدسه عبر الموصل وحلب ومما تشير اليه المصادر التاريخيه ان الموصل كانت محط انظار المسلمين في الاندلس لما تتمتع به من مكانه مهمه وخاصه عندما حكمها الاتابكيون وما كان لها من دور في التنبه للخطر الصليبي الذي استهدف القدس ومدن بلاد الشام الاخرى منذ ايامه الاولى في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي وقد اشار الاخ الدكتور عبد الواحد دنون طه الى ما كانت تمثله الموصل في مجال التواصل المعرفي مع الاندلس في الفصل الذي كتبه من كتابه الموسوم الاصاله والتاثير ابحاث في الفكر والتراث الذي اصدره في بيروت سنه 2011 واهداني نسخه منه مشكورا واشار في هذا الكتاب الى تاثر عدد كبير من العلماء الموصليين في الاندلس، وكان من نتائج هذا التاثير التواصل الرائع والمتبادل بين علماء الموصل وعلماء الاندلس، حتى ان العالم الاندلسي كان يحرص على شد الرحال الى الموصل لكي يتعلم ويدرس ويلتقي بشيوخ الموصل ومثقفيها في هاتيك الايام، ويقينا ان ثمه عوامل جذبت اولئك الاندلسيين للمجيء الى الموصل ومنها موقع الموصل وشهرتها بين البلدان وعلو كعبها في العلم والصنايع والتجاره والمعرفه ايضا كان من الاسباب التي جذبت الدارسين الاندلسيين الى الموصل انها كانت تضم عددا كبيرا من المدارس العلميه التي اسستها اسر علميه معروفه ومنها على سبيل المثال اسره الشهر الشهرزوري واسره السكري واسره بني او بنو عصرون وهذه كلها اسر علميه موصليه وكانت تراكم العلمي والتواصل العلمي والمعرفي بين الموصل وحلب أيضا كبيرا وبالرغم من البعد الجغرافي كان مثلا جابر ابن منصور السكري وهو موصل اشتهر بالطب كان يتردد بين الموصل وحلب والأندلس وانتقل ابنه أبو حكيم كما تقول الدكتورة ميسون العبايتي في مقال لها في مجلة قراءات موصلية انتقل ابنه ابو حكيم ظافر ابن جابر ابن منصور السكري الى حلب واقام فيها وكان على علاقه بعلماء الاندلس اما المحدث الشهير موفق الدين ابو البقاء يعيش ابن علي ابن يعيش وهو من ابرز العلماء الموصليين فقد برز في الحديث واللغه كان على اتصال بالطلبة الاندلسيين الذين جاءوا الى الموصل للدراسه كما برز ايضا شرف الدين بن ابي عصرون والذي توفي سنه 1098 ميلاديه 558 هجريه وانتقل الى حلب وكان له دور كبير في التدريس واسهم في تاسيس المدارس النوريه نسبه الى نور الدين زنكي في كل من حلب والموصل وكانت له مؤلفات كثيره في الفقه الشافعي. كان الاندلسيون الذين ياتون الى الموصل صنفان، هناك الطلاب وهناك الاساتذه ويعتبر القرن الحادي عشر الميلادي اي الخامس الهجري قرنا مميزا تمييزا بتنامي يعني احد ابرز خصائص هذا القرن هو تنامي العلاقه بين الموصل والاندلس. فعلى سبيل المثال الحصر اقام ابو الوليد الباجي الاندلسي وثمانين في الموصل قرابه سنه وكان مهتما بالفقه على مختلف المذاهب وقد اتصل بابي جعفر السمناني. شيخ الحنفية وقاضي الموصل المتوفى سنة 1052 ميلادية يعني تقريبا 444 هجرية واخذ عنه الفقه والاصول وعلم الكلام والعلوم العقلية وافاد منه كثيرا كما يشير الى ذلك المؤرخ ايضا في الحلقة التي سبق ان قدمتها عن الموصل في عيون الرحالة العرب ذكرت اسماء ثلاثه من الرحال الاندلسيين الذين جاؤوا الى الموصل وهم ابو حامد القرناطي وابن سعيد المغربي وابن الروميه واشرت الى ان هؤلاء درسوا في الموصل وان عددا منهم الفوا كتبهم في الموصل وطبيعي هم يأتون إلى الموصل قسم منهم يبقون قسم منهم يتجهون إلى الحج وهناك الكثير من الأخبار التي ذكرتها في الحلقة التي قدمتها عن الرحالة الموصل في عيون الرحالة العرب عن هؤلاء الذين هم كما قلنا أبو حامد الغرناطي وابن سعيد المغربي وابن الرومية وثمة اعلام ورموز اندلسيون كثيرون زاروا الموصل ودرسوا فيها واطلعوا على معالمها ومن هؤلاء محي الدين بن عربي المتوفى سنه 1240 ميلاديه يعني 638 هجريه وكانت زياره محي الدين بن عربي الى الموصل محطه من مهمه من محطات هذا العلامه والمتصوف المعروف وقد ذكر ان من اسباب زيارته الى الموصل هو رغبته الجامحه في زياره قبر الخضر عليه السلام والشيخ المتعلق بالخضر في الموصل علي بن عبد الله بن جامع الصوفي. خلال زيارة محي الدين بن عربي للموصل قام بزيارة طبعا مرقد مرقد الخضر او جامع الخضر او ما يسمى بالجامع المجاهدي او جامع مجاهدين قيماز او قبر كان هناك يبدو قبر الخضر وخلال زيارة محدين كما قلنا ابن عربي للموصل قام بزيارة ايضا مرقد ابي عبد الله المعروف بالشيخ قضيب البان والذي يقع مرقده قرب ملعب الاداره المحليه بين راس الجاده وباب سنجار حاليا كما لا بد ان اشير ايضا الى ان الموصليين قاموا برحلات الى الاندلس وتبادل العلوم والمعارف بينهم وهناك لدينا اسماء كثيره لعلماء من الموصل زاروا الاندلس منهم مثلا الشيخ ابراهيم بن ابي بكر الموصلي المحدث المعروف وقد اشارت المصادر المتداوله الى انه حدث حدث في في الاندلس عن ابي الفتح ابن الحسين ابن بريد الموصلي المتوفى سنه 948 في كتابه الضعفاء والمتروكين اقول وانا اتحدث عن علاقه الموصل بالاندلس انه لابد لنا ان نقف قليلا عند الموسيقار الموصلي الكبير زرياب وما قدمه للاندلس وللعالم قاطبه في في قضايا كثيره ومنها مثلا قضايا الاطعمه وقضايا الاتيكيت، حتى ان احدى الانسيكلوبيديات العالميه اشارت الى ان الموسيقار والشاعر والفلكي والبلداني ومؤسس علم الذوق او الاتيكيت في العالم زرياب كان موصليا. نعم كان زرياب موصليا ولد في الموصل سنة سبعمائة وتسعة ميلادية وتوفي في قرطبة سنة 857 وسبعة وخمسين ميلادية وعاش في عصر هارون الرشيد في بغداد وعصر الخليفة الأموي في الأندلس عبد الرحمن الثاني وزرياب هو أبو الحسن علي بن نافع الموصلي الملقب بزرياب وكلمة زرياب تعني طائر الشحرور ومن الطريف ان اشير وانا اتحدث عن زرياب ان لزرياب اسهامات كبيره في تطوير الموسيقى العربيه فهو من اخترع الموشح وهو من جعل اوتار العود خمسه بعد ان كانت اربعه وهو من ادخل مقامات جديده الى الموسيقى وهو من جعل مضرب العود من ريش النسر بعد ان كان يصنع من الخشب وهو من وضع قواعد فنيه لتعليم المبتدئين الموسيقى، والاهم من ذلك انه اسس معهدا للموسيقى في العالم في قرطبه هو دار المدنيات للغناء والموسيقى. والمدونات التاريخيه تشير الى ان زرياب ادخل كثيرا من الاطعمه وانواعا مبتكره من الحلويات الموصليه الى الاندلس. نعم المدونات التاريخيه تشير الى ان زرياب الموصلي ادخل كثيرا من الاطعمه وانواع مبتكره من الاكلات ومن الحلويات الى الاندلس ومنها انتشرت الى اوروبا، وهو ايضا اول من ادخل قواعد تناول الطعام التي هي موجوده الان في الغرب وهو ان يبدا الانسان الطعام بالحساء الشوربة ثم بعد ذلك الطبق الرئيس من اللحم ثم تختتم بالعشاء أو الغداء بالحساء عفوا بالفواكه وبالحلويات وكان زرياب أيضا مولعا بالزهور وكان متفننا في زراعتها وكان له ذوق كبير في اختيار وتصميم الألبسة ويقدر الأندلسيون دور زرياب لهذا اقاموا له نصبا جميلا في قرطبه اخيرا وانا اختم حديثي عن الموصل والاندلس اقول ان الاحتكاك الحضاري والمعرفي بين الموصل والاندلس وانتقال العلماء بين البلدين اسهم في تنامي ونشر المعرفه العلميه والثقافه الفنيه في العالم الاسلامي كله وكان هذا الاحتكاك والتواصل رمزا للتلاقح المعرفي الذي عرفته تلك العصور المهمه من تاريخنا العربي والاسلامي شكرا لاصغائكم والى حلقه اخرى من برنامج موصليات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.